بس دكتور، هو انا عندي 40 سنه، تمام. كنت باخد ابر منع الحمل يعني حوالي سنه كده. تمام. دلوقتي بقى بقالي ده 5 شهر ما فيش دوره بتجيلي، جات لي مرتين تمام. بعد ما تمام. وقفت الابره وما جاتليش تاني 5 شهور. تمام. انا بقى تعبانه خالص، انا بشتغل سيلر ومش بقدر امشي، كوعي برجلي بقوم من النوم مش بقدر احطها في الارض، تمام. عندي ما عنديش مجهود نهائي، مش بقدر اعمل ولا حاجه في بيتي، ولو نمت بقوم كاني عربيه ضرباني مدغدغاني اصلا. طيب بس يا اختي، لو تتذكروا يا جماعه زمان لما كنت بشرح في موضوع تكيسات المبيض، قلت يا جماعه ان استخدام حبوب منع الحمل او ابر منع الحمل بتعمل دوره كاذبه، يعني دم بدون اباضه، يعني البويضه ما بتخرجش رغم ان الدم بينزل. ليه؟ لان الهرمونات اللي انا باخدها من بره سواء كان ابر او حبوب بيبقى فيها هرمون معين بيدي اشاره لغده معينه في المخ ان ما يحصلش خروج للبويضه. بعد فتره مجرد بس استخدامك لحبوب منع الحمل لمده 6 شهور او ابر منع الحمل بيحصل كسل في المبيض فالبويضه ما بتخرجش، فلما بتيجي توقفي الحبوب هتفضلي فترة كبيرة، ممكن تدخلي في 6 شهور أو سنة ما يحصلش تبويض، ولازم تلحقي نفسك لأنك أنت ممكن تتحولي إلى مريض التكيسات مبيض بسبب عدم خروج البويض، وده أكتر خطر ممكن يحصل للواحدة بسبب استخدام حبوب منع الحمل. في الحالة ديت الدكتورة ممكن تلجأ لو أنت مستعجلة على الحمل إن هي تديكي منشط، وأوقات كتير لو ادتك المنشط ممكن يجيب نتيجة وما يجيبش نتيجة، بتفضل ماشيه معاكي بالمنشط كل شهر، شهر ورا شهر ورا شهر، لو المنشط ما جابش نتيجه في خلال 3 الى 6 شهور ما ينفعش تستخدمي المنشط تاني، يقلب معاكي بنتيجه عكسيه. ففي الحاله ديت انت لازم تراجع الدكتوره، تشيك لك على المبايض. الحاجه الاهم من كده اعملي تحليل وشوفي عندك هرمون الاستروجين عالي ولا لا، لان ممكن يكون حصل عندك مشكله اسمها سيطره هرمون الاستروجين، ده مش ممكن، ده اكيد، لان استخدامك للابر منع الحمل من بره بتبقى مليانه استروجين كتير جدا، فبتعمل لك مشكله اسمها سيطره هرمون الاستروجين اللي هتلخبط لك الدوره عندك وهتلخبط لك هرموناتك كلها. هتشوف هرمون الحليب عندك مظبوط ولا لا، هتشوف هرمونات الغده الدرقيه عندك مظبوطه ولا مش مظبوطه، لان لما الهرمونات كلها بتختل بيبقى هرمون الغده الدرقيه معاهم من ضمنهم. هرمون الغده الدرقيه يختل هو هرمون الحليب وهرمون الاستروجين، فكله يضرب في بعضه، فانت لازم تراجع الدكتوره عشان تشوف هرموناتك عندك ايه، لكن انك انت تجتهدي بنفسك تستخدمي اي حاجه لا طبعا غلط. غلط يعني هو ده، بس هو انا مش بدور على حمل، انا يعني حتى لو مش بدور على حمل، كون ان البويضه ما تخرجش مصيبه. طب وهو ممكن يكون ده التاخير بتاعه هو سبب الوجع اللي انا فيه وجسمي ده طبعا كله؟ طبعا ارتفاع هرمون الاستروجين، لو انت لو انا قعدت اقول لك هرمون الاستروجين لما بيرفع بيعمل ايه هتشد في شعرك مني. طب ايه في علامات مثلا ممكن اقول لك هي موجوده ولا لا؟ الم في السادس وبيزيد قوي عند ميعاد الدوره، حتى لو الدوره ما بتجيش هتلاقي الالم بيزيد معاكي، وممكن تحسي بتكتلات في الثدي، صداع مستمر خاصه بالليل، يجي لك كوابيس وانت نايم، يجي لك عرق وانت نايم، الم في الرحم، ولو الدوره بتيجي تلاقي النزيف بيزيد وممكن الدوره تنقطع تماما، بعض الاحيان بيعمل تليفات في الرحم، بعض الاحيان بيعمل حاجه اسمها بطانه الرحم المهاجره، بعض الاحيان بيعمل خمول في الغده الدرقيه، وعشان كده انا حاسس انه ممكن يكون عامل لك حاجه في الغده الدرقيه، لان ارتفاع هرمون الاستروجين بيخلي هرمونات الغده الدرقيه لا يتم تنشيطها، فعشان كده انت بتحس بالخمول والكسل، كون ان الغده الدرقيه عندك هرموناتها مش شغاله او مش بتنشط، فانا دايما عندي ارهاق وخمول لدرجه انك انت تصحي من النوم عايزه تنامي. صح ايوه فهمت ازاي؟ كده يعمل لك إديمة، إديمة يعني تجمع في السوائل، تجمع في السوائل فين؟ تحت العين وفي الأطراف اللي تحت. لكن أنا فعلا أنا رجلي فيها مية، تساقط شعر بيقع ورجلي مقورة مية وسواد وغمقان في أماكن كتير في الجسم خاصة في الأماكن الحساسة، تلاقي بتسود أكتر. هو أنا الأماكن الحساسة أصلا عندي تهيج لدرجة إن هو يعني عندي مؤاخذة يعني بهرش جامد قوي، وعندي إذا بتجيلي حالة الهرش بحالة نفسية. بصي، حالة الهرش والاحتكاك في الأماكن الحساسة ده ملوش علاقة بارتفاع هرمون الأستروجين، ولكن السواد اللي بيحصل لو كان عندك ارتفاع في هرمون الأستروجين فالسواد بيزيد أكتر. صح، طبعا الموضوع ده كده حاجات كده كلها ورا بعضها لازم تنتبهي منها يعني.
طب دكتور سؤال اخير بقى معلش، هو التحليل دوت لما انا اعمله يعني اروح بيه فين ولا انت اعمل مش ايه؟ انت مش هتعملي تحليل واحد يا اختي، انت هتعملي عده تحاليل. تمام. انت يعني هتشوفي هرمون الحليب، هتشوفي هرمونات الغده الدرقيه، ده ضروري لازم تشوفيهم، هتشوفي هرمونات الذكوره، هتشوفي هرمون الاستروجين، وهتشوفي هرمون البروجسترون. اشمعنى هرمون البروجسترون بقى؟ لان طالما عندك سيطره لهرمون الاستروجين وعدم خروج للبويضه، اوتوماتيك هيكون هرمون البروجسترون عندك يكاد يكون منعدم. ولما هرمون البروجسترون يكون عندك منعدم، دايما هتبقى نفسيتك زفت، فعلا صح، هتيجي دايما دايما متعصبه على طول. هو ده اللي بيحصل. طب كويس، روحي للدكتوره بقى. يعني كده انا اروح لدكتورة نسا. تروحي دكتوره نسا. ايوه، بس هي دكتوره نسا ديت بقى المفترض تقف معاكي وقفه كويسه، مش تطنش لك. ربنا بقى يوعدنا بحد كويس. يا رب ان متشكرة شاء الله. لحضرتك الله قوي، يخليك يا رب، وربنا تسلم. يزيدك يعني في العلم. بصراحة انت الله انسان يخليك، محترم جدا، ربنا الله يبارك يخليك يا لك. رب، تسلمي. الله حسنا، يخليك، شكرا شكرا جدا، دكتور، مع الله يخليك. السلامة. مع السلامة، مع السلامة.